Then chapter 5 on exponential log. This is last section of the chapter, section 3, where we'll study exponential and logarithmic equations. We start with exponential equation and then we'll study logarithmic equation. Okay, so what do we call an exponential equation? So this is an example of exponential equation. So لاحظ انه المجهول, the unknown x, وين موجود الx؟ في الباور. موجود في الباور. لما يكون ال variable في الاكسبوننت تسمى exponential equation. اوكي؟ راح نشوف كيف نحل المعادلات هذه. الهدف, so we'll use different techniques. الهدف انه الx اللي في الباور تنزل تحت. كيف ننزلها تحت؟ حتى تصير معادلة من اللي نعرفها اللي هي linear ولا quadratic equation اللي اعرف احلها. اوكي؟ كيف انزل الx من الباور للبيس. بالنسبة للexponential equation we'll use different properties of this function. اول property تقول لك احنا نعرفوا لي الاكسبوننشال از 1 تو 1 تذكروا if we draw the graph of exponential function قلنا this function is a 1 to 1 function. ايش معناها؟ معناها if you have b to the x equal b to the y اذا عندهم the same base this means that they must have the same power. اذا عندنا equality of two exponential expression with same base, هذا معناه انه لازم حتى الاكسبوننت يكونوا equal, لازم x equal y. بالطريقة هذه زي ما قلت لكم نزلنا الx من الاكسبوننت نزلناها تحت للبيس. اوكي؟ ناخذ مثال, مثلا في المثال هذا عندنا equality between two exponent expression, الاثنين عندهم same base 7, this means that exponent لازم يكونوا متساوي. إذن 2x plus 1 equal 3x plus 1, this is a linear equation عادية اللي نعرف نحلها. نطلع قيمة x بالطبع. Solve the equation يعني find the value of the unknown. إذن أنتم عارفين كيف, مثلا ننقل هذه هنا وننقل هذا هنا ونعزل الx, صير 1 plus 1 equal 3x minus 2x, يعني x equal 2. And we have solved this equation using this property اللي اسمها ال 1 to 1 property. هذه الطريقة الأولى لما يكون عندي معادلة فيها equality of two base. لازم only two base. إذا عندنا أي other term here we cannot do it. Then إذا عندنا هنا plus 1 ما تضبط. Okay? إذا عندنا times 2 ما تضبط. اوكي؟ لازم only we have two terms واثنين عندهم نفس البيس. اوكي؟ حتى نسوي this property. الحالة الثانية لما عندي different bases. اوكي؟ هنا البيز E مثلا وهذه base 5. So we cannot use the previous property. لما يكون عندي x واحد في الاكسبوننت وعندي base, حتى اشيل البيز هذه استخدم الانفرس بروبرتي. What is the inverse of the exponential? هو اللوج. اذا لازم اطبق اللوج من الطرفين. اوكي؟ لانه انا نعرف اذا اطبق لوج بيز b على b to the x بانه اللوج والاكسبوننشال ار انفرس, اذا راح تعطيني الايدنتيتي, راح تعطيني الاكس. اوكي؟ اذا if we want to for example solve this equation, عندنا اكس في الاكسبوننت, عندنا بيز اي, اذا حتى نشيل البيز اي نستخدم الانفرس نتاعها اللي هو اللوج بيز اي. لازم نطبق اللوج بيز اي. كيف نرمز له اللوج بيز اي؟ اللي قلنا اسمه نرمز له ln. إذا نطبق ln على المعادلة هذه, لكن إذا نطبقها لازم نطبقها على الطرفين.
are two terms. Okay, and then I combine with exponent with ln for both sides. عنا ln e. إذن هذه شو راح تصير ln e تعطيني only the exponent تعطيني 2x plus 1 equal ln of 5. صير عندي linear equation in x easy to solve. انقل احاول اعزل x I isolate x. إذن 2x equal إذن هذا يروح للطرف الثاني ln 5 minus 1 وبعدين 2x حتى عزل x اقسم على 2 تعطيني ln 5 minus 1 over 2 and we have solved the equation. Okay, إذا يا إما عندي equal basis أسوي equal exponent يا إما عندي different basis وفي الحالة هذه أطبق عليهم اللوج base b من الطرفين وكده using the inverse property ممكن انزل الاكسبوننت تحت واحل المعادله عادي. اوكي اذا نعيد اطبق اللوج للطرفين و ln e of 2x plus 1 تعطيني directly 2x plus 1 log base b of b to the x تعطيني x. اوكي تصير لي معادله linear equation in x I solve it. So this is the strategy of solving. إذن هنا عندي only one exponent. إذن شو لازم أسوي؟ لازم أعزلها حتى أقدر أطبق الآن. إذن أنقل الماينس 2 للطرف الثاني وأقسم على 3 تصير لي exponential 2x equal 3. هنا عندي different bases e و 3 لازم اطبق هنا log base e اللي هو الln من الطرفين ايش تعطيني؟ تروح الln والe وتنزل هذه تصير 2x equal ln of 3 and x is half ln of 3. اوكي؟ في المثال هذا عندي base 2 base 32 ممكن اطبق نفس القانون هذا قول 2 32 مختلفين. اذا شو اخذ؟ اخذ log with which base؟ اخذ هذه البيس log base 2 of 2x minus 3 equal log base 2 of 32 تعطيني x minus 3 هي log base 2 of 32 اذا x هي 3 plus log base 2 of 32 واحسبها اذا كالكوليتر تعطيني 8. او اقول لا انا ال 32 اعرف اللي هي it is a, I can write it as a power of 2 32 هي 2 to the 5. اذا اكتب 32 2 to the 5 ممكن طريقه ثانيه second method and you have the choice. بدل ما اكتب 2x minus 3 equal 32 تصير اغير 32 هي 2 to the 5 ويصير عندي same base. Then ممكن directly اقول اللي x minus 3 is 5 so x is 8 and of course I must get the same result مهما كانت الطريقة اللي استخدمتها. اوكي خلينا نشوف some examples. And then here, solve the exponential equations. Exponential equations, since the variable is in the power. The variable is in the power. The variable is in the power. Here, طلب منا نستخدم ال one-to-one property. يعني لازم نكتبها same base. السؤال هل 125 هل قادر اكتبها انه هي 5 to power something? Yes, 3. 125 هي 5 to the 3. Okay, good. Understand the generic schema تساوي 3. إذن هي 5 to the 3. إذن صار عندي. عندي 5 to the x equal 5 to the 3. Same base. إذن directly I will have
same exponent. Then x equal 3. إحنا المعامل يا دكتور معناها بيس. نعم. المعامل مع هو البيس يعني. هذه البيز وهذه الاكسبوننت. اوكي. البيز هو المعامل صح؟ بالضبط. إذا عندك 2 to the 3. 2 هي البيز. وهذه هي الاكسبوننت ولا الباور. اوكي. هذه عندي هنا بيس 2 وهنا 16. هل ممكن 16 اكتبها 2 to any power اللي هي كم؟ 4 2 to the 4 بعطيني 16. إذن في الحالة هذه عندي same base 3x تساوي 4 بالضبط. إذن 3 minus x equal 4. إذن أنقل الـ 3 من الناحية الثانية minus x equal 1. إذن x equal minus 1. الحين بكل الأحوال زي مثل ذي المسائل أول خطوة أسويها إني أوحد المعاملات يعني تكون نفس لازم يكون عندك نفس البيس. هذه أول خطوة. هذه أول خطوة. إذا تحب تستخدم الطريقة هذه في الطريقة الثانية اللي ما تحتاج إنك تكتبهم same base. أوكي. هذا وهي. بعدين نشوفها. أوكي. إذن هذه الطريقة الأولى. لأنه الطريقة هذه مش ممكن تستخدمها دائما. فهمت؟ إذا عندك 15 هنا بدل 16 15 ما أقدر أكتبها 2 تكعيب 8 2 أس 4 16 ما أقدر أكتبها قوة 2. فهمت؟ إذن ما أقدر أطبق الطريقة هذه. الطريقة هذه في بعض الحالات الخاصة أنه ممكن هذه أحولها 2 قوة عدد 125 أحولها 5 قوة عدد. هذا ممكن. أوكي؟ أوكي. بس مو ممكن في كل الحالات. إذا عندك يساوي 3 شو راح تسوي؟ ما تقدر. فهمت؟ هذه هل ممكن نسويها 1 to 1 property 25 و 9 شو علاقتهم ب 5 و 3؟ إذا 25 هي ممكن أكتبها بالنسبة للخمسة هي تربيع. خمسة تربيع. والتسعة هي ثلاثة تربيع. ثلاثة تربيع. إذا عندهم نفس القوة يعني ممكن أكتبهم 5 over 3 square. صح؟ صح. إذا حولت 25 على 9 كتبتها 5 over 3 square. لكن لسه عندي مشكلة. هنا عندي 3 على 5 وهنا عندي 5 على 3. أقلب غير إشارة. لازم بالضبط تقلب. لما تقلبها ايش تسوي؟ تغير إشارة الإكسبوننت. برافو. تقلبها وتغير الإشارة هنا والحين صار عندنا same base. إذن ممكن أقول أنه x plus 1 يساوي سالب 2. إذن x يساوي minus 2 minus 1 يعني x equal minus 3. أوكي. Okay. إذن الطريقة الأولى لازم يكون عندك exactly the same base. أوكي. Okay. الطريقة الثانية الحين. هنا ايش عنا؟ هنا عنا base E وهذه 167. إذن ما في أي علاقة بينهم. إذن ما أقدر أستخدم الـ 1 to 1 property. إذن شو أسوي هنا؟ لازم أسوي الـ inverse of E اللي هو الـ N. إذن أطبق الـ N على 2 sides. أوكي؟ ستصير عندي الـ N E X. هذه هي X equal ln 167 and this is the solution. قال يعطيني 3 decimal places احسبها بالحاسبة. 5.12 12 قال 3 decimal places زيد 5.11 واللي بعدها 3 decimal places ايه 1179 1179 يعني 118. الثانية هذه base 5 وهذه base 35.
إذن لازم نستخدم اللوغ هنا. أي لوغ نستخدم؟ بما أني 5 نستخدم اللوغ بيس 5. لازم نستخدم اللوغ with the same base وإلا خطأ. أوكي؟ هذه مهمة. لازم the same base. إذا هنا base 5 لازم log base 5 نفس البيز حتى تتكنسل. أوكي؟ طب الثاني مو نفس البيز. حتى سؤالك. مش جي هنا تسوي log base 5 وهنا تسوي log base 35. لا. نفس اللي سوينا على اليسار لازم نسويه على اليمين. أوكي؟ وكيف نختار البيز؟ نختار حسب وين الإكس موجود. زين؟ لازم the same log. ولازم هذه تختارها نفس هذه. اوكي ليش؟ لانه log 5 5 2x minus 1 تعطينا هذه 2x minus 1 وهذه تبقى ما تروح اللوغ هذه. اوكي صارت لنا الحين linear equation نحلها عادي 1 plus log 5 35x يساوي 1 plus log base 5 35 over 2. Okay. This is the solution. كم القيمة التقريبة متاحة؟ 1.60 كم؟ 6045 يعني 1605. متأكد؟ إيه. سو كيف طيب؟ كيف نحلها هذه؟ ننقل الخطوات. سالب واحد هناك. ليش لازم ننقل عليه؟ عشان تنحل. بالضبط. لازم ننقل الماينس وان الأول. ليش؟ لأنه ما نطبق القوانين هذه إلا ما أعزل القوة. لازم أعزلها الأول. حتى بعدين أطبق اللوك. أوكي؟ ما أحل دايركتلي. لازم هذه تنعزل. إذا لازم هذه أنقلها تصير 8 plus 1 تصير 9. Okay, then I have to isolate the exponential term. Okay, بعدين شو أسوي؟ طرفين اثنينهم لوغاريتم. لوغاريتم أي لوغاريتم؟ لازم هنا البيز 4 لازم I use log base 4. من الطرفين. إذن هذه اشتعطيني log base 4 of 4 to the 3x اشتعطيني 3x اشتعطيني 3x وهنا تبقى log base 4 of 9. إذن كم الx؟ إذن تعطينا x equal log base 4 of 9 over 3. مين عنده سؤال؟ دكتور نعم اللوغ 4 اللي على اليسار ليش وخرناها؟ اللوغ 4 هذه؟ ايه ما قلنا ليش اخترنا احنا اللوغ 4؟ هذا هو السؤال. ليش اخترنا هنا اللوغ 4؟ ليش ما اخذنا اللوغ 5؟ ليش ما اخذنا اللوغ 2؟ عشان اذا كان اللوغ 4 مجينا نطيرها مع لانه عندك 4 هنا حتى تطيرها. عندك بيس 4 تاخذ لوغ 4 حتى تطير. فهمت؟ اوكي. إيه. هذاك اخترنا log 4 لأنه هنا عندنا 4 لازم نفس البيز بالإكسبوننشال واللوغ يطيروا. أوكي هنا عندنا log 4 لكن 9 ما تطير. زين أوكي أوكي هذه الطريقة الثانية. نشوف مثال آخر. هذه الثالثة الطريقة الثالثة الحالة الثالثة. شوف هنا عندنا exponential على اليسار و exponential على اليمين. واضح؟ عندنا x في القوة على اليسار و x في القوة على اليمين. وعندنا هنا what is the base هنا؟ 5. وهنا what is the base؟ 6. 6. اوكي؟ إذن هنا إذا نطبق اللوغ base 5 راح تروح هذه. لكن هذه ما تروح. وإذا طبقنا اللوغ بيس 6 هنا هذه تبقى وهذه تروح.
واضحة؟ إذن شو نسوي هنا في الحالة هذه؟ في الحالة هذه ممكن أنا أختار أي log. واضح؟ أختار أي log وطبقه على الطرفين. في العادة يعني أختار LN يعني أختار log base 10. إذا طبقنا LN على الطرفين شوف هنا مو نفس البيز. أذكر إذا شو سوينا؟ أخذنا الآلان على الطرفين. الحين شو تصير؟ الآن 5x plus 1 هنا راح نطبق قانون ال... أي قانون؟ قانون الإكسبوننت. تذكروه؟ شو قلنا؟ مثلا قلنا راه الآن اللي هو التقسيم الضرب. بالضبط الآن of u square تعطينا تعطينا 2LNU. قلنا إذا عندك قوة داخل اللوج شو يصير لها؟ هذه نطلعها برا as a coefficient. إذا شو تصير؟ تصير x plus 1 تطلع برا وحطوها بالأقواس وش يبقى؟ ln of 5. هنا نفس الشيء مش x plus 1 المعذرة هي هذه 2x. إذا نفس الشيء قانون الإكسبوننت شو يعطيني؟ يقول لي الإكسبوننت تطلع برا as a coefficient في ln of 6. وهذا اللي نبغاه، نبغى إنه إحنا الإكس تنزل تحت. أوكي؟ إذا هنا نطبق خاصية ثالثة اللي هي الباور بروبرتي of ln. قلنا ln of v5 هي كم؟ هي 5 ln of v. من نفس الشيء هنا ln of 6 to 2x لن تكتب 2x ln of 6. خلاص الحين صارت عندي linear equation نحلها عادي. كيف أحلها؟ أول شيء أعرف الأقواس. So I expand then سير x ln 5 زائد ln 5 equal 2x ln 6. أجيب الإكسات لكلهم same side والconstant لكل في same side. إذن تصير لي x ln 5 minus 2x ln 6 equal minus ln 5. هذه يجي معنا. هذه فيها x تيجي هنا. بعدين عندي x و x common factor إذا نطلعها x ln 5 minus 2 ln 6 equal minus ln 5 وفي الأخير أقسم على هذه أحصل ال x and I'm done. إذن x هي minus ln 5 over ln 5 minus 2 ln 6. This is the solution. This is the exact solution. إذا أحب أحسبها بالحاسبة أحسبها بالحاسبة. أوكي؟ هنا اخترت ln لكن كان ممكن أختار log base 10. أختار أي log زين؟ لأنه هنا عندي different bases and the x is in the exponent in the two sides. متفقين؟ لأن هذه أصعب شوية. تعرفوا تحسبوها هذه بالحاسبة ولا لا؟ نكتبها زي ما هي وتحسبها. أوكي؟ إذن خلينا نعيدها خطوة خطوة. إذن هنا استخدم الـ natural log من الطرفين، بعدين استخدم القانون إنه الآن وعندك باور في الآن شو تصير لها؟ تطلع برا. عندك الآن وفي وسطها باور طلعها برا as a coefficient. تصير لك الإكس polynomial توزع
شيل الأقواس بعدين you collect all x's in the same side تودي الكونستنت in the other side عندك x و x تخرجها common factor وبعدين تعزل الاكس تقسم على هذا تقسم عليه هي هذه على هذه and we are done okay يكون حل طبيعي نعم يكون حل طبيعي يعني اي هذا الحل بعدين اذا نزلت الاكس خلاص صارت linear equation حلها طبيعي انك تعزل الاكس اذا الفكره كل كيف الاكس كانت في الاس كانت في القوه تنزل تحت اوكي اذا تصير ابروكسيميشن بالحاسبه تحسبها تعطيك this value اخر مثال في الاكسبوننشال ايكويشن شوفوا المعادله هذه اذا المعادله هذه فيها 3 terms فيها 3 terms تربيعيه فيها constant هذه برافو راح نحولها الكوادراتيك ايكويشن كيف نحولها كوادراتيك ايكويشن لما نشوف انه اكسبوننشال 2x هذه ممكن نكتبها اكسبوننشال x كلها تربيع لانه قوانين القوه تقول لي هنا في الحاله هذه اضرب القوه minus 6 اكسبوننشال x plus 5 equal 0 لأن هنا كأنه عندك quadratic equation معادلة من درجة ثانية in exponential x شو نسوي نحلها يا أما بالمميز يا أما بالfactoring إذن كيف ممكن أفككها هذه سالب 5 وسالب 1 سالب 5 وسالب 1 إذن نصير لي exponential x minus 5 و ex minus هنا EX مو X EX اوكي product equal zero ايش معناها؟ معناها يا اما هذه صفر يعني يا اما exponential X equal 5 وهذه نحلها كيف نحلها exponential X equal 5؟ قلنا حتى نشيل الـ ايش لازم؟ نطبق الان ln اي اكس هي اكس وخليناها اور الثانية اي اكس ايكوال 1 اذا هذه اطبق ln حتى اشيل الاي اكس ln اي اكس هي اكس وln اوف 1 نحسبها هي 0 Then these are the solution. Then the solution set. عنا two solution here. اللي هم صفر وln of. Then هذا النوع الرابع من المعادلات الأسية اللي راح نحل. Okay. This is the exponential equation. واضحة؟ من هذا هم الأربعة عائلات من المعادلات الأسية اللي نعرف نحلها. إذا نعيد إذا exponential 2x اكتبها exponential x square حتى تصير لي معادلة من درجة ثانية في الإكسبوننشال. I make the factoring وأقول يا إما هذا 0 يا إما هذا 0 وأحل كل واحدة لحالها. هنا عندي only one exponent في الx اذا اطبق الان من الطرفين هذه تعطيني x ln 5 وهذه تعطيني x equal 0 and this is the solution set نفس العائله اذا هذه ايضا معادله من درجه ثانيه احولها اذا exponential 2x هذه اكتبها 2 exponential x square minus 3 exponential x minus 2 equal 0 وهنا لازم اطبق الديسكريمينانت لازم اطبق المميز لانه ما اقدر
أسوي فاكتورينج مباشرة. إذا كامل إي إكس يساوي، إذا هنا حتى أحلها أسوي المميز، كامل A كامل B ماينس 3 تربيع كامل كامل C. إذا الـ A بكم؟ باثنين. الـ B سالب 3 والـ C ماينس 2 وطبق القانون ماينس B بلس ماينس سكوير روت B سكوير ماينس 4AC على 2A. إذا إذا عوض ماينس ماينس 3 موجب سالب بي سكوير بتسعة ناقص أربعة الاي اثنين والبي سالب اثنين على اثنين اي اثنين في اثنين على أربعة، يعني اشتعطيني ثلاثة زائد ناقص كم هذا سالب وسالب موجب 16 25 يعني خمسة، ثلاثة زائد ناقص خمسة على أربعة. إذن اللي بالموجب تعطيني 3 plus 5 8 over 4 2 و 3 minus 5 over 4 تعطيني سالب نص. أوكي؟ لكن هذا مين؟ هذا مو الX، لازم نتذكر لهذا هو الـ exponential X. يعني هنا أيضا راح يجيوني زوز معادلات exponential X equal 2 أو exponential X equal minus half. أحل كل واحدة. الأولى كيف حلها؟ عندي EX، إذا نطبق الN على الطرفين، إذا هذه وهذه تروح وهذه تنزل X equal ln of 2. وهذه متى exponential X equal minus 1 half؟ هذه مستحيلة no solution. مين يقول لي ليش no solution؟ سالب، لأنه الـ exponential أي exponential دايما positive، مستحيل يكون negative. زين؟ إذا مستحيل exponential يكون عدد سالب، قلنا الرانج 0 empty، الـ exponential كلها موجودة فوق الخط، الرانج هو 0 انفتي، من مستحيل اكسبوننشال عدد سالب. مش مشكل حتى اللي نساها هذه وطبق ال ln، ايش تعطيه؟ تقول له x يساوي ln of minus 1 half. لكن هذه ايضا اذا تحسبها بالحاسبه تقول لك impossible، لانه domain of ln is r plus positive number، ما فيه ln of عدد سالب. اوكي، إذا هنا عنا only one solution، the solution set هو ln of 2، يعني المعادلة الثانية ما عندها حل. واضح؟ So these are different types، different types، أربع أنواع من exponential equation اللي مطالبين أنكم تعرفوا حلو. زين؟ اوكي، نمر لل logarithmic equation. So what's the logarithmic equation؟ كما الـ exponential equation، الـ logarithmic equation فيها log. So this is an example of logarithmic equation when the variable x is inside the log. اسمها logarithmic equation. لما يكون عندنا log واحد شو نسوي؟ ممكن اكتب الاكويفالنت اكسبوننشال 4. اذا شو اسوي؟ قلنا log base 2 of x equal 4 ممكن احولها واكتبها اكسبوننشال 4. كيف اكتب اكسبوننشال 4؟ اخذ ال 2 هذه البيز، تصير هي البيز اوف ذا اكسبوننشال، اطلع ال 4 للباور واشيل اللوك. اوكي، then هذه تصير x يساوي كانت base of log تصير base of exponential وال4 تصير هنا تصير 16. اوكي، اذا الفكره الاولى انه I transform the logarithmic equation and write it in its equivalent exponential 4. هذه الطريقه الاولى سهله. عيد، اذا اكتبها exponential 4
التو تجي هنا as a base، الفور تطلع للباور وتروح اللوج and I get x equal 2 to the 4. الحين if one side of the logarithmic equation contains more than a logarithm، شو أسوي؟ I condense، I combine them into one log، أجمعهم في log واحد. المشكلة في اللوج إنه you have always to check the solution لما تكمل. ليش؟ لأنه قلنا domain of log هو zero empty، no log of negative numbers. إذن ممكن يصير فيه اللي نسميهم extraneous solution. أوكي؟ إذن لازم لما تحصل solution you have to check هل ناخذها أو لا. أوكي؟ هذه مهمة في logarithmic equation، هذه الجديدة. وعندي أيضا one-to-one property. If I have equality of two logs with the same base تعطيني equality of the input x equal y. إذن these are examples. إذا عندي الحين log plus log، شو أسوي لها log plus log؟ لازم أجمعها في log واحد. كيف I combine them؟ كيف I condense them؟ قلنا مجموع log يصير log واحد، only one log of what؟ of the product x minus 3 في x. واضح؟ هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية عندي log equal log with same base، أكنسلهم and the input my must be equal since it's a one-to-one function. بعدين تصير لي معادلة عادية، أنظفها، أشيل الأقواس، معادلة من درجة ثانية أجمعهم الكل في one side وأحل معادلة من درجة ثانية إما بالفاكتورينج أو بالديسكريمينانت. تعطيني x يا إما minus 1 يا إما 4، لكن هذه مش الفاينل سولوشن، لازم هذه اخذها وشيك عليها هنا اعوضها. لما اعوض بالماينس 1 راح تعطيني log of minus 1 اللي هذه undefined. اذا الماينس 1 لازم اكنسلها من السولوشن سيت. اذا اخذ 4 واعوضها هنا 4 minus 3 1 log of 1 اوكي، log of 4 اوكي موجوده. اذا هذه I keep it and this is the solution. Okay. نفس الشيء هنا عندي two logs. لازم I have to combine them first. عندي minus. When I combine قلنا الماينس شو تصير؟ تصير division. Equal to. هنا عندي log. هنا ما في log. شو أسوي؟ أسوي the inverse property. اللي هي أقول أخذ ال five. أجيبها هنا وأطلع 2 وأشيل اللوج. then x plus 2 على x يساوي 5 square equal 25. بعدين هذه كيف أحلها؟ أسوي مقص. then x plus 2 هنا على 1. then x plus 2 equal 25 في x. أسوي مقص. أجمع الإكسات الكل في نفس الناحية. إذن أخلي اثنين هنا، أشيل الإكس هنا تصير 25X minus X يعني 24X. يعني الإكس بكم؟ 2 على 24 يعني الإكس 1 over 12. لكن 1 over 12 هذه لسه عندي شغل، لازم أجي وأعوضها هنا في المعادلة. 1 على 12 مع 2 عدد موجب، اوكي 1 على 12 عدد موجب. اذا it's checked and this is the solution. خلينا نشوفوا كيف نطبق هذه على امثله. solve this equation. اذا هنا عندي log plus log، اول خطوه الجمع، شو يصير الجمع؟ يصير ضرب. اذا 2 ضرب 3 over 2
minus x. وهذه ايش عندي؟ 2 في log 2 في log الكويفيشن يصير يصير قوة. الآن minus x square أنظفها شيل الأقواس يعني أوزع 2 في 3 over 2 تعطيني 3 و 2 في minus x minus 2x وهذه log minus square يروح و x square. هنا عندي equality with the same log so I can cancel them. شابقى 3 minus 2x equal x square. هذه معادلة من درجة ثانية. جيبها من كل من هنا. شتصير صفر يساوي x square plus 2x minus 3 equal 0. تصير معادلة درجة ثانية. حلها. ممكن أفككها هذه. كيف أفككها؟ شو رأيكم؟ سالب واحد سالب اثنين. سالب واحد سالب اثنين لا. كيف التفكيك هنا؟ سالب ثلاثة زائد واحد. سالب ثلاثة زائد واحد لا. مو الضرب يكون سالب ثلاثة. الضرب يكون سالب ثلاثة لكن نجمع اثنين. إذا مو سالب ثلاثة وزائد واحد. زائد ثلاثة وسالب واحد ضربهم ماينس ثري ومجموعهم تو صح؟ صح موافقين؟ أوكي إذن هذه إيش تعطيني؟ تعطيني يا إما X ماينس ثري يا إما X بوان لكن ما خلصت ليش ما خلصت؟ لأنه لازم أسوي تشيك زين إذن إذا عوض الX بوان هنا في المعادلة شو راح تعطيني؟ تعطيني ln of minus 1 هذه لا not defined إذن minus 1 راح أكنسلها وإذا X minus 3 تضبط تضبط ولا لا؟ هذه تصير 3 على 2 سالب سالب يعني موجب 3 يعني أوكي وهذه سالب سالب ثلاثة ثلاثة أوكي يعني this is أوكي إذن what is the solution set minus three only minus three مو آخذ لأنه هذه موجبة وهذه سالبة لازم لما عوضهم داخل اللوج تعطيني موجبة ولا سالبة هذه هي الطريقة to solve a logarithmic equation خلينا نعيدها step by step إذن what is the first step? Use the product property حتى نحول البلاس هذه نكتبها one log and power property حتى اثنين هذه أدخلها داخل تعطيني هذه ضرب صارت الجمع صار ضرب داخل اللوك and only one log وهذه صارت power بعدين أنظفها شيل الأقواس أو هو شيل اللوج قبل ما يخالف على كيفكم يا أما تنظفوها أول يا أما تشيلوا اللوج أول نشيل اللوج أول بعدين distribute and simplify إذا الخطوتين هذم الترتيب مش مهم يا أما تسوي هذه وبعدين تسوي هذه أو العكس عادي أوكي صارت عندنا معادلة كوادراتيك درجة ثانية نكتبها standard form أجمعهم كل one side I factor مثلا or I use the discriminant تعطيني يا إما x minus 3 يا إما x equal 1 في log equation ما خلصت في exponential ما أحتاج أسوي check لكن لأنه domain of exponential is r لكن في log domain هو 0 empty لازم أسوي check إذن لسه ما خلصت أسوي check كيف أسوي check؟ عوض x equal 1 في المعادلة الأصلية تعطيني هذه log of minus 1 ممنوع مستحيلة إذن هذه تتسمى extraneous extraneous and we have to eliminate it
أسوي نفس الشيء x minus 3 أعوض هنا موجب هنا موجب هنا موجب كله ضابط إذن I keep x equal minus 3 وهذه هي solution. متفقين شباب؟ والله متفقين. إذن تأكدوا إنه في اللوج لازم تسوي check. إذن نفس المثال خلينا نحل مثال ثاني. إذن هنا عنا مجموع لوج شو نسوي له؟ نسوي لوج واحد ونسوي ضرب ضرب بين شو شو بين 4x minus 7 و x plus 2 وهنا عندي عدد أدخله هو أيضا داخل اللوج 2x square أشيل اللوج using the one-to-one property ونظف اللي داخل الأقواس إذن هنا لازم أوزع تعطيني 4x في x 4x square 4x في 2 8x minus 7 في x minus 7x و minus 7 في 4 minus 40 وهنا عندي تربيع والأقواس إذن لازم أوزع القوة إذن 2 سكوير 4 و x سكوير quadratic equation أجيب الإكسات الكل من هنا لكن شو راح يكون عندي راح يكون عندي 4x سكوير وهذه لما تيجي راح تكون minus 4x سكوير إذن راح تروح شو يبقى يبقى x minus 14 equal 0 إذن x equal 40 ما خلصنا check إذا شوي check أعوض هنا تعطيني تعطيني الآن 4 في 14 ناقص 7 أوكي 49 وهذه الآن 14 زائد 2 16 وهذه 2 الآن 28 ضابطة إذن the solution set يا دكتور نعم هي 14 ما عندنا غير ال 14 ليش نعوض إيه ممكن حتى ال 14 ما تضبط في الحالة هذه no solution empty set فهمت أوكي أوكي إذن لازم نسوي check هذه نفس الشيء إذا عندنا مجموع لوجات شو أسوي؟ أجمعها لوج وبرودكت إذا لوج هذه تنزل تصير داخل x وهذه تنزل تصير داخل x plus 3 equal 1 هنا ما في لوج إذا شو تصير لوج أوزع x square plus 3x equal هنا عندنا اللوج في one side مو نفس الثانية مو نفس المثال اللي فات عندي بس لوج واحد إذا هنا مش راح أشيل اللوجات لكن لازم أحولها exponential form كم البيز هنا مش مذكورة كم البيز لما ما يكتب لي البيز إذا البيز بكم 10 10 البيز ب 10 لما ما تكون مكتوبة تكون تا إذن شو أسوي أجيب البيز هنا أحولها exponential form أطلع الوان وأشيل اللوك إيش تبقى x square plus 3x equal 10 قوة 1 quadratic equation لازم أكتبها standard form أجمعهم كلهم same side وحل كيف أحل هذه Can I factor? Minus 10 و 3 إذن شو أحط هنا؟ 5 و minus 2 برافو Plus 5 و minus 2 اللي ما أعرف يحلها بالdiscriminant إذن يا أما عندي x equal minus 5 or x equal 2 وأسوي check شو رأيكم في الماينس 5؟ Undefined Undefined إذن
هذه extraneous. إذا أنت نشال. شو رأيكم في x equal to log 2 log 5 1 هذه I keep it. ممكن بعض الأحيان الاثنين you keep the two. ممكن تشيلهم الاثنين. أوكي. في الغالب واحدة برك. Then solution set هي x equal اتفقنا؟ إذا نعيدها خطوة خطوة. الخطوة الأولى نكتب الإيكويشن بعدين use the product property I combine تصير log واحدة مع الضرب بعدين نكتب exponential 4 من وين جات العشرة؟ العشرة لأنه هنا عندنا base 10 من هنا جات العشرة إذا راحت العشرة هنا وطلعنا الواحد وشلنا اللوك بعدين we distribute here نكتبها equation quadratic equation I factor تصير عندي two candidates لازم أسوي check أسوي check minus 5 لا ما تضبط will 2 تضبط إذن solution set is واضحة اتفقنا؟ واضحة اوكي إذن هنا عنا sum السام شو تصير؟ تصير log x في x plus 50 equal 2 هنا بما أنه ما عنا base إذن هي base 10 إذا نحولها exponential 4 أجيب الـ 10 هنا وأطلع الـ 2 وأشيل الـ log شو تصير لي؟ and I distribute here then x square plus 15x equal 10 square then x square plus 15x equal ننقلها يا دكتور اي ننقلها مش مشكلة هي ممكن كنا نكتب سطر زيادة ناقص 100 يساوي صفر هنا عندنا x كيف أفككها هذه؟ مية عشرة في عشرة لما تنفع عشرين في خمسة إذن زائد عشرين وناقص خمسة إذن يا أما x يساوي minus 20 أو x equal 5 إذا أسوي check هل في واحدة راح أكنسلها؟ minus 20 تتكنسل صح؟ وال 5 تبقى إذا the solution هي 5 and we are done هذوم الإكسبوننشال واللوغاريثميك إيكويشن. Any question? ممتاز.